40 اللي قلت لك عليه دخلت. لا لا مش على كيفك. ما عنديش مع الفراغ. والله يا ودي تحت ال 40 زين. حتى وحلال ولا حرام على ال 40 مش تحت. انا ولد حومتي راكشين في الحومه سيف عم ناول مشي انا اخويا حماس باش ناخذ السواقر مروحين وكذا وشاي يكنا اخويا زوز السواقر واحنا مروحين بعدا قدام دار فول صاحبي بالضبط سايب باش نقول له صباح الخير صباح الخير وجي اخويا من غادي قداس تاع الحاكم تيك تاب ترشك بيبان الزبي كذا بات كان ما تحتنا شيء احنا نضاف وقت متكيفين وكذا مره مريق بات في كذا هكا الزبي في ساعه توك تركيس وياك كذا قال لي تقرا كذا خذ له اللي انا اقرا على الزبي يعني نظم هيك وقال نظاف نظاف عاد لي اخرى في مضيعت حناش خويا كبير في العمر كبش مع طفل صاحبي كي قال له حل التليفون يسابي انا خلو زيب عليش نحل في التليفون يو يو طلعني كمك ولت اللغة رزبي كذي هيك وخويا طلعنا في الكهرباء تبدلت اللغة رزبي نقا واحد احنا ديجا طلعنا لقينا فرخ صغير حلينو تليفون ويضحك هو عرفت فما تصويرة شات فيها معناها سيجارو نكفيها داير وكذي قال له مالا سيجارو شوكولاتة هذي قال له اي ويضحك بين مجعل معناها فهمني كيفاه تاك تاك وين تسكن قالوا له تاك شاي تاي شو بحدا دارهم فعلى خير فعلى خير كبشوا معنا احنا اخو في حل التليفون حل التليفون غصورونا اخويا وانا اقول له اخويا ما عندكش الحق وتليفون اختي وما عندي علي نحل فيه وكذي ويحد اخويا غصورونا انت رزبي وانتم بينين تكيفوا وكذي ويحد ومن بعد ورا اللغه انت علي رجست على حمله انت تليفونات مسروقه وكذي ويحد رزبي فهمني بين تقوحي اخويا مد غصوير منا غادي انا نقول له تليفون اختي خويا زعبي غسلوه بالكدا حل التليفون انا دور نسمع فيه قال له واي من غير ما تخليه من غير ما يحل التليفون او تصور وزبي هو يتكيف وندور اختي في جون تفهم فيديو فهمت هيك اخويا شادت من غاديه وشنطه لكم مركزه ورا الزبي نخرجوا فيها ما نعرفش كيفاه حسين خرجوها بالتصاور وبالادله وكاللغه هذيك جيو طالعين المركز عملوا كي داروا دور اخويا هبطوا طفل صاحبي قال له مره ماشي 200 وكذا قال له صاحبي ما عنديش قالوا اخويا نعطيك 30-40 فيها طلعني كومك مرة أخرى وكذا وحط بريمير ديزيام يدمرج وني كومك ما طلعكم من المركز لما يتحشي لكم شامية طفل صاحبي بجنبي عملتو كي قال له 100 دينار ولا رزق يا اخي صاحبي قال له اخويا برا وصلني للدار خلينا نشوف شنو عند اخويا وصلوه خليه تليفونه عندهم وانا معاهم في الكهرباء وصلوه بحدا دارهم وقعدوا يدوروا بزب هو يا وانتي كيفاش وصاحبك باش يحشيه وانتي باش تحشيه لك وهي برا جيب من داركم انا يست وقتها قلت لهم هلا ما عنديش من الاخر طلعوني وما تحب مركز رزبي بالرسمي ما فهميش فلوس وما نعطيش فهمت عملوا بيا دور تاع دريجين ربع ساعه ورجعوا بحدا دارت في صاحبي تاك طلعوه عطاهم كلميه تل فهمني كيفاه ولت اللغه نتاع سايب عليكم الاولاد مزات له وباينين اولاد نظاف وكذا فهمني كيفاه تاك تاك فركسوه مره اخرى يبديش تحت التليفون يسجل فيهم ولا حاجة وهبتونا صاحبي وسلكت أمانيكم.